معك رئيس فرقة كركدان الصحراء للطرب الحساني، وجينا ككل سنة نحضر في هذا المهرجان اللي دا هو في مجموعة من اللوحات الفنية اللي جاتوا الناس من موريتان وجاتوا من العيون وجاتوا من كل نواحي المغرب الحمد لله، وجاتوا من الخارج. والحمد لله هو ككل سنة نتيجة صالحة، وهذه مشاركتنا المشاركة السادسة في هذا المهرجان، ونتمنى ان شاء الله نتمو ديما نشاركوا فيه. وراهم مهرجان زين الحمد لله، هم فقادير، ورانا شاكرين الناس اللي قاموا باستدعائنا للحضور له. الفرقة هي عندها مجموعة من الرقصات تقليدية، اللي هي وبالخصوص رقصة القدرة اللي هي رقصة تاريخية. صراحة مازلنا متشبتين بها ومازلنا ماشيين بها احنا والله. وعندنا رقصات اخرى كرقصات على نغام الطبل وعلى القطار، وعنده مجموعة من الرقصات. احنا احتفالات كزفاف كعقيقة كاسم والله لابد ديما في مناسبتنا، لابد من القطار، لابد من تيدينيت، لابد من قصار، لابد من سبينيات، لابد من 4×4 والله. هادو كامل رقصات لابد لنا منهم في المناسبات، وهم رقصات تقليدية احنا ماشيين بهم. واحنا كشباب تمينا في التقليدي ومشينا زاد مولي للعصري، ونتمو ان شاء الله بدا الفن ماشيين به، ونتمنى ان شاء الله نتمو ديما على مش عن نرفدوه تمو لا ماشيين في طوراتنا توفوا زين عندنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.